السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي نعمل داتا فيتشنج فروم اي بي اي باستعمال اليوز ستيت هوك مع اليوز افكت. والصلاة على النبي عليه الصلاه والسلام. في البدايه كده شباب، لو انت ما تعرفش يعني اي بي اي ويعني اكسس لايبراري، هتلاقيني سايب لك رابط في الديسكربشن تفهمك معنى الاي بي اي واستعمال الاكسس لايبراري عشان تعمل فيتش للداتا، تمام؟ بعد كده شباب هتيجي هنا في الامبورت ونعمل امبورت للتو هوكس اللي احنا هنبتدي نستعمله. اول هوك معانا شباب اللي هي اسمها اليوز ستيت، بعد كده عندي هوك ثانيه اسمها اليوز افكت بالشكل ده، تمام؟ طيب حلو جدا. هنيجي بقى هنا شباب نبتدي نكاريت هنا الستيت. اول ستيت معانا اللي هو عباره عن اللودنج، تمام؟ اللي هو التحميل اول حاجه، تمام؟ وعشان نغير القيمه بتاعته هعمل هنا ست لودنج بالشكل ده، ومن خلال الهوك اللي هي اسمها يوز ستيت، تمام؟ الديفولت فاليو بتاعتها شباب هتكون عباره عن ترو، لان في اول حاجه لما تيجي تعمل فيتش للداتا اللودنج بيبقى ترو، يعني بيبقى فيه لودنج، تمام؟ تاني ستيت هبتدي اعمله هنا اللي هو عباره عن الايرور. لو في ايرور مثلا في اليو ار ال بتاع الاي بي اي وانت محتاج تهندل الايرور ده، تمام؟ فمحتاج تعمل هنا ست ايرور بالشكل ده، ومن خلال الستيت اللي هي اسمها يوز ستيت، او من خلال الهوك اللي هي اسمها يوز ستيت. الايرور الديفولت بتاعه هيكون امتي سترينج بالشكل ده، وبعد كده هتقول له هنا البوست اللي انت عايز تعرضه مثلا في البراوزر اللي انت هتجيبه من الاي بي اي بالشكل ده، وبعد كده هتقول له هنا مثلا سيت بوست عشان تبتدي تغير القيمه بتاعته، ومن خلال الهوك اللي هي اسمها يوز ستيت. الديفولت فاليو بتاعته يا شباب هيكون امتي اوبجكت، تمام؟ بالشكل ده امتي اوبجكت، لان احنا هنرجع بوست واحد بس، تمام؟ طيب حلو جدا. محتاجين بقى نستعمل اليوز افكت، فاقول له هنا اليوز افكت هوك بالشكل ده. اليوز افكت بتقبل مني كود باك فانكشن بالشكل ده، ومحتاج نضيف هنا شباب في ديبندنسي امتي اري عشان تعمل لي فيتش لي داتا اونلي وانس، يعني تشتغل مره واحده بس، تمام؟ طيب حلو جدا. محتاجين برضو هنا شباب نيجي هنا في التيرمينال واعمل نيو تيرمينال واكتب هنا npm install axios، تمام؟ دي لايبراري او باكج تبتدي تستخدمها عشان تعمل لك فيتش لي الداتا، تمام؟ بعد ما تعملها انستول يا شباب هتيجي هنا في الامبورت وتعمل لها استدعاء، تيجي هنا تقول له امبورت axios from axios، تمام؟ طيب بعد كده جوه هنا اليوز افكت فانكشن هتبتدي تقول له هنا اكسيوس دوت جيت عشان انت عايز تعمل تحصل على البيانات، وبعد كده تكتب هنا عنوان اليو ار ال بتاع الاي بي اي. هتيجي هنا في موقع جيسون بليس هولدر، ده موقع بيقدم لك اي بي ايز جاهزه. لو نزلنا تحت شويه كده هنلاقي هنا اي بي ايز خاصه بالبوستس والكومنتس والالبومز. ندخل مثلا هنا على البوستس بالشكل ده وناخد كوبي، ده عباره عن جيسون فايل، تمام؟ ناخد كوبي اليو ار ال بتاع الاي بي اي بالشكل ده وابتدي اضيفه هنا، تمام؟ اضيفه هنا جوه دبل كوتيشن بالشكل ده. بعد كده يا شباب هستعمل البروميس، هقول له هنا then بالشكل ده، والبروميس عايزه يرجع لي هنا الريسبونس الرد بالشكل ده، وبعد كده ممكن اقول له هنا شباب كونسول دوت لوج عشان نشوف الريسبونس مرجع لنا ايه، تمام؟ بالشكل ده. لو جينا بقى بصينا هنا وفتحنا اللوكال هوست، تمام؟ npm هتيجي هنا عند التيرمينال وتكتب npm start، تمام؟ فتح لنا يا شباب، جاب لنا البيانات اللي جايه من الاي بي اي، دخلنا عليها لقينا هنا الداتا. الداتا دي عباره عن اري جواها اوبجكت، تمام؟ الاوبجكت ده عباره عن البوست، تمام؟ محتاجين نظهر التايتل بتاع البوست مثلا، تمام؟ طيب حلو جدا. الريسبونس دوت داتا دي عباره عن اري، تمام؟ حلو جدا. لو انا كتبت هنا في اليو ار ال بتاع شباب اللي هو الاي بي اي كتبت مثلا سلاش واحد، سلاش واحد ده يبقى ده رقم الاي دي، فكده انت بتارجت اول اوبجكت موجود جوه الاي بي اي. فلو جينا بصينا هنا شباب عملنا ريفرش، عمل فيتش للداتا كده، انت جبت هنا اول اوبجكت، اول اوبجكت موجود جوه الاري، تمام؟ محتاج تظهر مثلا التايتل بتاعه فيظهر هنا شباب، تمام؟ طيب حلو جدا. يبقى احنا كتبنا هنا الواحد عشان نظهر بس البوست، احنا عايزين بس نظهر بوست مش عايزين نظهر البوستات كلها، تمام؟ طيب حلو جدا. طيب هنيجي بقى هنا عايزين بقى طبعا هنا شباب الفيتش نجح معانا، فاحنا هنا محتاجين نعمل هنا السيت لودنج اللي هو التحميل اللي بيتم ده، محتاجين نخلي قيمته بفولس، تمام؟ بالشكل ده لان الفيتش نجح، تمام؟ طيب الايرور هنا مفيش ايرور طبعا، فهتخلي هنا السيت ايرور بالشكل ده، هتخلي هنا السيت ايرور عباره عن برضو عن امتي سترينج، تمام؟ وبعد كده هتقول له هنا البوست، تقول له هنا السيت بوست بالشكل ده عشان تعدل قيمه البوست المخزنه في الستيت. هتاخد القيمه من الريسبونس دوت داتا، يعني هتشيل الاوبجكت يا شباب، هتشيل الاوبجكت كله كامل اللي هو طبع لنا ده، تمام؟ طيب حلو جدا. محتاج بقى يا شباب اجي هنا في الكاتش، عايزين نكاتش الايرور عشان لو في ايرور حصل في اليو ار ال بتاع الاي بي اي، تمام؟ هقول له هنا فانكشن ترجع لي هنا فانكشن اسمها ايرور، بارامتر اسمه ايرور،
لو في ايرور بقى شباب انا عايز الفانكشن دي ترجع لي كذا حاجه. عندنا اول حاجه مثلا السيت لودنج، ان انا اخلي هنا اللودنج مثلا بفولس لان هنا هيبقى في ايرور فمحتاج توقف اللودنج فتخليه هنا فولس الشكل ده. تمام طيب حلو جدا. الايرور برده يا شباب هتعمل هنا السيت ايرور، عايز تهندل الايرور وتقول له مثلا هنا رساله، يطبع لي رساله مثلا something went wrong بالشكل ده عشان يقول لي ان مثلا في خطا. تمام بالشكل ده. وبعد كده شباب محتاج تقول له هنا البوست عباره عن، هنا تقول له هنا set post، تخلي البوست اللي بيتعرض فيه الصفحه تخليه هنا عباره عن empty object، يعني يرجع تاني للاصل بتاعه اللي هو empty object. تمام لو في error. تمام طيب حلو جدا. محتاجين بقى شباب في الريتيرن عشان نشوف البيانات عندنا في البراوزر. محتاج بقى هنا اساله سؤال اقول له مثلا اللودنج، تمام لو هو بي ترو تمام عايزك تطبع لي هنا كلمه لودنج بالشكل ده. ممكن اقولها هنا اللودنج، تمام لو هو بي ترو وبيستنى بيعمل لودنج عبال ما يجيب البيانات. تمام طيب لو البيانات جت بالفعل تمام محتاجك تطبع لي هنا البوست دوت تايتل بالشكل ده، يعني تطبع لي هنا شباب البيانات او التايتل اللي هو بتاع البوست. اتفقنا اللي هيرجع هنا عباره عن الريسبونس دوت داتا ده عباره عن اوبجكت، تمام لان احنا كاتبين هنا في البوستس واحد. تمام فهيرجع لي اول اوبجكت موجود جوه الاري. تمام فانا عايزك تطبع لي التايتل بتاعه في البراوزر. تمام طيب تاني حاجه برضو عايز اعملها هنا ان انا اقول له هنا لو في ايرور برضو اكتب له هنا الايرور دي الستيت بتاع الايرور، لو في ايرور تمام بترو الشكل ده انا عايزك ترجع لي هنا مثلا الرساله اللي هي بتاعت الايرور. تمام لو ما فيش ايرور اعمل لي هنا مثلا نل ان انت ما ترجعليش حاجه بالشكل ده شباب. تمام يعني لو في ايرور لو القيمه بتاعتها بترو فانت ترجع لي الرساله بتاعت الايرور اللي هي شايله هنا something went wrong. تمام بالشكل ده. طيب حلو جدا. لو لاحظنا هنا شباب انا معدل هنا قيمه اليو ار ال بتاعت الستيت، تمام فالمفروض هنا يطبع لي في الشاشه something went wrong لان انا كاتب هنا اليو ار ال غلط. تمام بالشكل ده فكتب لي فعلا something went wrong، كتب لي loading بعد كده something went wrong. تمام طيب محتاجين بقى نشيل هنا نخلي الاي بي اي او اليو ار ال بتاع الاي بي اي بشكل صحيح بالشكل ده عشان يرجع لنا البيانات. لو لاحظنا كده شباب هتلاقيه كتب لي في البدايه loading وبعد كده جاب لي البيانات من الاي بي اي، جاب لي التايتل. تمام طيب نعدل في قيمه الاي بي اي بالشكل ده، نيجي نبص كده هيقول هنا something went wrong. تمام بالشكل ده كده احنا هندلنا الايرور اللي تم في الاي بي اي. ده شباب فيتش للداتا من الاي بي اي باستعمال اليوز ستيت مع اليوز افكت. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنستعمل برضو اليوز ريديوسر عشان نبتدي نقول لك ان اليوز ريديوسر برضو بتمانج الستيت. تمام وان شاء الله في الفيديو اللي بعد الجاي على طول هيكون الفرق بين اليوز ستيت واليوز ريديوسر في المانج للستيت. تمام واظن ان انت ممكن تبقى اخدت بالك في التطبيقات العمليه الفرق بينهم. تمام واشوفك بخير في الفيديو الجاي والسلام عليكم.